مور ريزيستنت لايه؟ للدراينج. مش فاهم مش يعني اهو ده اللي يخليك تستغرب. هات بودر تحطها في ميه وشيلها كده وانت شايلها انت ايه عماله تخر ميه صح؟ طيب اعصرها عصره خفيفه قوي بايدك. اوه تفقد ميه كتير برضه. طب اعصر تاني. تفقد ميه بس اقل. طب اعصر جامد. يبقى تفقد ميه شويه. طب بعد ما عصرت بقى وجبت اخرك الفوطه مبلوله ولا ناشفه؟ مبلوله. طب مبلوله. طب هات 10 يعصروا قصادك. مش هتفهم. يبقى اذا في حد معين عنده بيبقى اللوز اوف ووتر اصبح مينيمال. فلما تبقى السبورز اوريدي عندها لو كونتنت اوف ووتر يبقى انت المفروض تبذل فيزيكال فورس عاليه قوي عشان تخليها تثبت ما تبقى ليها من ووتر. يعني الخليه تقول لك ايه؟ تقول لك دلوقتي هو البروتين ايه اللي بيخليك لما تسخن البروتين يبوظ؟ مليان ميه واول ما تسخنه يحصل له كوكوليشن. فالخلايا اللي اوريدي فقدت معظم البروتينز ومعظم الفلويد اللي فيها، فاضل فيها شويه ميه قليلين. هتقول لك قابلني بقى لو عرفت تخلصهم. فانت لازم تسخن تسخين عالي بجهاز هقول اسمه دلوقتي وعن درجه حراره عاليه وضغط عالي عشان تخلصها من شويه الميه القليلين اللي فاضلين دول. يبقى لو كونتنت اوف ووتر يخلوها مور ريزيستنت. طب وايه كمان يخليها مور ريزيستنت؟ الفيري لو ميتابوليزم. برضه البعض يفتكرها غلط. واحد يقول لك بكتيريا الميتابوليزم بتاعها خلاص مينيمال. طب ده يبقى فاضل عليها زقه ده انا مش عارف لو عملت ايه تمور. بالعكس تعالى البكتيريايه اكتف جدا وعماله تصنع في بروتين واديها انتيبيوتيك يكون بيوقف البروتين سينسز. تلاقيها على طول يحصل لها نوع من الايه؟ انا كنت محتاج الحاجات دي وحرمت منها تتاثر وتموت صح؟ لكن تعالى الميكروب وعندنا المثال ده بكتيريا اسمها تي بي. البكتيريا بتاعت الضرر او السلم. مايكرو بكتيريا بيبروسس. ده الاورجانيزم ايه يا اولاد؟ فيست تو جروور. يعني ايه؟ يعني النهارده الواحده يبقوا اثنين بكره زي دلوقتي. تاخد 24 ساعه عشان تديفايد. فتلاقيها مش بتصنع بروتين كتير. فين لما تعمل لها حته بروتين؟ طب دي لو مريض عنده تي بي واديت انت انتيبيوتيك من اللي بيمنع البروتين سينس. تخيل الحوار اللي ممكن يتم بين الانتيبيوتيك وبين الاورجانيزم. الانتيبيوتيك سلام عليكم. وعليكم السلام. نتعرض دول انا الانتيبيوتيك اومر دول انا داخل امنع البروتين سينس دي واتنيل. اتنيل واحنا لاقيين بروتين. تعال اقعد كلمه تعالى. تعالى لما اعمل بروتين امنعه. يبقى كل ما البكتيريا تقلل الميتابوليزم بتاعها وتقلل تصنيع البروتين كل ما يفرقش معاها حاجه. على مستوى البني ادمين طفل شقي جدا وعمال يتنطط وشويه تجيبه من فوق الدولاب وشويه تجيبه من فوق السرير مش عارف لما تشخط فيه يحبط ده يمكن يجيله مرض نفسي. لكن طفل هادي بس قاعد كده يعني مش مربع دي قلت له ربع ايدك. مربعها الطفل في منتهى الاكتيفيتي لما تمنعه من الاكتيفيتي يحبط لكن وهو هادي قول له اللي انت عايزه ما تفرقش معاه. هكذا السكور. السؤال ده سؤال امتحان وبدرجات عاليه لان في اربع اسباب يقول لك جيب ريزون فور ذا ريزيستنس اوف ذا سكور. السؤال بتاع زميلكم الاسم ايه دكتور؟ دكتور احمد زميلكم سال السؤال ده بقى يعني ايه بقى بتريزيست مين اهي وليه اهو بتريزيست كل الانفيفرابل كونديشن لانها معموله من خامه اسمها كالسيوم ودايبيكورينيك اسيد وده بتريزيست ليهم الهيل. عندها لو ميتابوليك اكتيفيتي مش فارق معاها حاجه توقف الميتابوليزم. لو كونتنت اوف ووتر ما يفرقش معاها حاجه تبخر شويه ما فيش حاجه هتعرف تبخر شويه الميه اللي فاضلين. عندها امبرميبيليتي يعني ما فيش حاجه ممكن تنفذ وتخش تؤثر عليها. انتبهوا ايها الساده الممتحن مره قال لك كيف ريزن فور يا احمد يا يسري كيف ريزن فور ها ذا ثيرمال ريزيستنس اوف ذا سبورز. ففي طالب كتب الاربع نقط وهنا بعض الممتحنين ما يجيلكش الفول مره لانك انت قلت النقطه المطلوبه بس ما فهمتش السؤال وكتبت الباقي اللي ملوش لازمه. لو قال لك كيف ريزن فور ذا ثيرمال ريزيستنس اوف ذا سبورز يبقى عايز النقطه الاولى بس يعني بس عشان مش مفسرينها مش مطلوبه. الثيرمال ريزيستنس اوف ذا سبور سببها النقطه الاولى مين دي؟ سبور
عارفين يا ولاد عشان بقى نتغلب على السبورس بنعمل ايه؟ بنسخنها في جهاز اسمه الاوتوكلاف. الاوتوكلاف ده عامل زي حلة الضغط. الاوتوكلاف عامل زي حلة البريستو. بنحط المادة اللي عايزين نعقمها هو الاوتوكلاف ونسخن في الظروف دي عند 121 درجة. في ايه يا رجل؟ بنسخن عند 121 لمدة تصل لتلت ساعة تحت 2 ضغط جوي. يعني جوه في بريشر جوه عالي في جهاز اسمه الاوتوكلاف. بينما البكتيريا العادية بتتخدم بيكفينا الغليان لمدة او التسخين عند 60 درجة لمدة 15 دقيقة. أخيرا سبور مورفولوجي. دي أحد القواعد اللي هي يعني بيسموها القواعد المرعية. إن عندي حاجة اسمها الفور إس. الرول بتاع الفور إس. الرول بتاع الفور إس ده أربع كلمات تبدأ بحرف الإس ممكن يساعدوك في التشخيص. الأربع كلمات دول هما السايت والستيننج والشيب والسايت. السبور لو وفينا الأربع نقط دول ممكن أعرف اسم الأورجانيزم. من حيث السايت يا ترى السبور متكونه بالنص بالظبط بتاع الباسيلس يعني سنترا. واحد يقول لي طب والكوكس؟ ها اكيد لما اقول لك في نص الباسيلس تقول لي طب ولو كوكس؟ السؤال ده وارد. مفيش ولا كوكاي بتعمل سبور. العيلتين اللي قلنا لك عليهم بيعملوا سبورز الاثنين باسيلار. حتى واحده منهم اسمها عيله الباسيلس والثانيه كونستيريا باسيلاي برضه. فالسبور اللي بتتكون في النص يبقى اسمها سنترال. يا في الطرف خالص يبقى اسمها تيرمنال. يا في الموقع بين البنين يبقى اسمها سب تيرمنال. هنشوف اشكال ليهم حالا دلوقتي. والاستين السبورز زي الكبسول لا تسبق بالصبغات العاديه لكنها تسبق بصبغات خاصه اسمها سبور ستين. يبقى لو صبغتها بالجرام برضه هتبان ان ستين ستراكشر زي الكبسول كده. بس المره دي مش هتبان اراوند ذا اورجانيزم مش قوي. هتبان ان ستين ستراكشر انسايد ذا اورجانيزم جوه الباسيلس نفسه. حسب الشيب تبقى اوفل او راوند سفيريكال. وحسب السايت حسب السايز تبقى سمولر ذان ذا باسيلس يا لارجر. طب لو لارجر تنفخ الباسيلس زي الصوره دي كده. بصوا كده على ما اتكونت وتكون كورتكس وكود بقت اعرض من الباسيلس يبقى لارجر. يقولوا عليها بالجنج. بالجنج يعني نفخت الباسيلس. في واحده من الاربعه اس دول مش مكتوبين عندهم. سايز ماشي. الفور اس رول ديت تمكنني من التعرف على الاورجانيزم. نقول كمان الاربعه اس هم لا خلاص الاربعه اس هم سايد وستين وشيب وسايد. سايد يا سنترال يا تيرمينال يا سب تيرمينال. ستيننج لا تسبق بالكريم تبان اون ستيت ستراكشرز. شيب اوفل او راوندد. سايز سمول نقول عليها نون بالجنج او لارج نقول عليها بالجنج. اوريك ازاي بقى بنشخص السايز والسايت والشيب بيكون كاركترستيك للجينس وبيعرفوني اسم الاورجانيزم. واليك امثله اهو. الامثله دي مش علينا اهو. تعال بس نشوف المواقع اللي بنأخر ده باسيلس. السبور كده اتكونت سنترال اوفل وبالجنج مثلا. هنا اتكونت ترنر وبالجين ووفل لكن هنا راوند او سبيريكال وهكذا. عارف المنظر نمره خمسه دوت علينا في العمل هنشوف باسيلس وبيكون سبور في اخره بتبقى مدوره وترنر وبالجين زي العمل. اهو ده الكوليستريم كتك يمكن الكتاب كاتبها لك. الرسمه اللي في النص كاتب لك اسم الاورجانيزم. الكوليستريم تيتاني اللي بيعمل مرض التيتانوس. تيتانوس غير التيتانوس. التيتانوس اللي هو خدته في الفسيولوجي بتاع نقص الكالسيوم. لا التيتانوس ده مرض انفكشن بهذا الاورجانيزم. او ده منظر مميز جدا وعلينا في العمل. طيب عشان ما بحبش ازعلكم برضه هيبقى ده اخر حاجه في حصتنا.